نرحب بكم في فقرة أنا أرى المخصصة حاليا لمتابعة الحدث اليمني، حيث نبث مقاطع فيديو وصور التقطها المواطنون الصحفيون من أنحاء اليمن بهواتفهم وأرسلوها لنا عبر تطبيق أنا أرى الموجود على صفحة العربية نت. البداية من صنعاء التي تحول ليلها إلى نهار مع استمرار استهداف قوات التحالف لأهداف حوثية، منها تفجير مخازن أسلحة في جبل عصر. أشرقت الشمس. أما أبناء المقاومة الشعبية في اليمن فيؤكدون على استمرارهم في القتال والفداء بأرواحهم حتى خروج آخر حوثي. نعلن لعلى عبد الله صالح وعصابة الحوثي أننا سننتصر عليهم وأننا صامدون أبناء عدم مقاتلين لآخر قطرة من دمائنا. أبناء الجنوب مقاتلين بروحهم بدمهم وبنفدي بأبنائنا وبحليمنا وبنقاتل حتى الموت. إظهار وحدة الصف للتصدي لميليشيات الحوثي لم تقتصر على شباب المقاومة الشعبية في الشوارع، بل رأيناها أيضا في صور لأطفال والنساء، كل يعبر عن دعمه بطريقته الخاصة، كهذا الطفل اليمني الذي رفع هذا العلم في ساحة الحرية في تعز ليعبر عن حبه للملك سلمان وأيضا السعودية. نساء اليمن إحداهن رفعت علم السعودية وجنوب اليمن لتظهر تأييدها لعاصفة الحزم أيضا، ومظاهرات مؤيدة في تعز رفعوا عبارات: سئل الحوثي متى ستقاتلون الأمريكان؟ فأجاب: عندما يدخلون الإسلام. نتابع أيضا مع بعض الصور هجمات وصفت بالبربرية لميليشيات الحوثي تستمر على حي كريتر، حيث يعد من أكثر الأحياء في عدن تعرضا للقصف العشوائي. وأخيرا استهدفت دبابات ميليشيات الحوثي حي شعب العيدروس وتسببت في تدمير الكثير من الممتلكات الشخصية لسكان أحد أكثر الأحياء فقرا في عدن. بالعودة إلى الفيديوهات، نتابع هنا تبادل لإطلاق النار بين أحد شباب المقاومة الشعبية وعناصر ميليشيات الحوثي في وسط حي كريتر في عدن. والختام مع شاعر يمني يسخر من وصف الحوثيين لخصومهم بالدواعش. أبو محمد، أبو لقمان، أبو يونس، أبو ولد، قال أبو شفاط، أبو قايش، ونقد قلب حوثي أصليا وهو يهمس أبو من أنته، وأنا جوبت أبو مابش. قال لازم أعرف ما أبو من وين ذي تدرس. حاول تغاوي على في القول وأخاوش مشي ضروري، ولكنه جلس يرفس زيد علي اللغاجة، قلت أبو داعش. مشي ضروري ولكنه جلس يرفس زيد علي اللغاجة، قلت أبو داعش. ما هو خرج من عصر حتى وجد المجلس ما ريت الله في صافي الطامش. ما احناش داعش ولا نقتل ولا نحبس، لكنها جت لي الكلمة على الهامش. في ختام أنا أرى نذكركم إذا كنتم في اليمن يمكنكم المساهمة في نقل ما يدور حولكم من خلال تحميل تطبيق أنا أرى المخصص لنظام أندرويد من خلال زيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية الواضح على الشاشة. نذكركم أن التطبيق لا يزال يعمل داخل اليمن رغم حجب موقع العربية نت هناك، وإذا كانت المشاركة صالحة يمكنكم رؤيتها من خلال صفحة أنا أرى على موقع العربية، وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى.